مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا بخير في احسن خير. نلقاكم فيديوهات عالم ام امير. اليوم راني نظف في لا شامبر تاع ولادي كما راكم تشوفوا. راني هنا ولهيه تقول لها جوستي راكي كي النحله. فوالا راني نطبق في القش المغسول نديرو في الخزانه نتاعهم. القش اللي ماهوش نظيف نديرو في الماشينه. اليوم عولت ان شاء الله نغسل لا كوات نتاع بنتي كما راكم تشوفوا. فوالا ودائما كي نكونوا حنا ندورو لازم نخدموا شغلنا لازم نستغفروا باش ربي يبارك لنا في هذاك الوقت ونحسوا له وقت طويل. عبالك كي تكوني تخدمي شغلك وتكوني تستغفري والله غير ذاك ربي يبارك لك في هذاك النهار صدقوني. وانا كما كنت تشوفوا انا نطبق في قش وليداتي راني نستعمل طريقه ماري كوندو ندير السروال داخل تريكو ومن بعد نديرو نقولوا في بعضها وكي نجبد نجبد كلش مع بعضها كيما راكو تشوفوا هنا راني نضف راني نطبق راني ندير كلش مع بعضها. انايا دايما قبل ما نسيق لازم نعدل كلش فوالا. المهم هكذا راكو تشوفوا نخدم بهذو زوج سليلات وحده ندير فيها لي زاكسيسوار تاع بنتي وحده اللي ندير فيها لي ليبر لي شورت تاع بنتي تاني هكذا نديرهم في لي تيغوار تاع نتاع الخزانه نتاعهم. دوك تشوفوها هاي العمليين فريمون لقيتهم هايلين. ومن هذا المنبر كان نهضروا على اولادنا نتمنوا كل واحد راهو محرم من دري ربي يرزقو كل واحد راهو باغي تكون عنده اولاد ربي يرزقو. من هذا المنبر ندعي ودعوا معايا لاختي ان شاء الله ربي يرزقها الدريه ان شاء الله عندها طفله مي رانا حابينها تزيد تجيب اخت ولا اخ للطفله هذيك. ولا ما جاب لهاش ربي الحمد لله راه مكفيتنا وموفيتنا الحمد لله عندها طفلة بمعنى الكلمة الحمد لله ربي يبارك لها فيها إن شاء الله ويرزق كل محرومة من هذا المنبر. وأربعين دعوة مستجابة دعوا معايا إن شاء الله. المهم راكو تشوفوا أنا هادو لي بونك هادو البلون حاب نمسحهم بالخل والماء ولا بجافل والماء باسكو ما تكونش يدك عليهم كل يوم راكو تتعبوا راهم يتوسخوا راكو تحصلوا فيهم. أنا هادو دايما يدي عليهم يوميا صدقوني بالله غير يوميا يدي عليهم. كيما راكو تشوفوا راني ندور من هنا ومن هنا ومن هنا حتى نكمل ديك الدويرة وربي يرحمته. دايما لازم ماذا بكم تقوموا الاستغفار صدقوني الاستغفار راهو يزيد النص والله العظيم غير الاستغفار يزيد النص صدقوني حباباتي. وكيما راكو تشوفوا هنايا راه نخدموا ونديروا ونغسلوا ونحسبوا نحتسبوا الاجر عند ربي خاطر الاجر اجرين نخدموا على دارنا وننظفوا دارنا وليداتنا ونزيدوا نحتسبوا الاجر عند ربي راهو الاجر اجرين. وحنا كما يقولوا ما نحشموا حتى بحاجه باسكو سر سعادتنا في بساطتنا يا البنات هذا هو عنواننا سر سعادتنا في بساطتنا باش نربحوا وننجحوا في حياتنا لازم نكونوا ناس بسطاء. المساند الرسمي نتاع اختكم مسكينه دائما دائما وابدا لازم يكون جافيل حداها. المهم رانا نغسلو وندورو ونروح نشوف وليدي عمك عندي وليدي نوفوني لازم ماشاك فا نروح ليه ونولي. أو عيشة تاع جوستي مسكينة الحق معاونتني فيهم الحمد لله ربي ورحمته. هاكو تشوفو درك هكذا بالعقل 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 حتى نكملو. واحد ما يقلقش برك لازم دايما يقول بسم الله ويتكل على ربي ويستغفر وصدقوني في هذاك الوقت تطيح لواحد البركة ما شاء الله. المهم هكذا نحيت الكوة تاع بنتي فرزت يعني الحق هذه المطرحة تاع بنتي هذا المارون نحيت له الكوة تاعو نغسلها راني مسحتي باش كي نرجع كلش عنظافة وكي تسيقي وتفحفحي الدنيا الله الله هاذيك لاشومبر بعد تحلالك فيها القعاد تحلالك فيها الرقاد يحلالك فيها كلش. أو النظافة راهي تزيد النص يا ناس والله النظافة صدقوني العبد لي قاعد في النظافة يحس بواحد الراحة نفسية فريمون انكروايابل. وهذاك الإنسان لي لا غالب لا غالب ربي يعطي صحة لكل واحد. هذه النتيجة نهاية تاع خزانة تاع ولادتي هذاك الطرف تاع الصابون دايما نديرو على أساس هادي لاسوس مدها ليا عجوزتي ربي يحفظها تقولي باش ريحتكم في لاخر تاع ولادتك في القش تاعهم تيغواغ الأول. راني دايرات واحد لي شوشو الحوايج لي زاكسسوار تاع بنتي واحد لي لي بايتو هذا هو تقاشر داير في الكوتي تيغوار تاني دايره لي بومبارز تاع بنتي مع حوايج خفاف تيغوار تاني دايره لي شومبوان لي سور حوايج تاع بنتي تاني حاجة هايلة.
هذه هي الخزانة المتواضعة تاع بنتي، وربي إن شاء الله يرزقنا البيت الواسع ونديرو المبل اللي نحبوه ونديرو كلش. المهم الحمد لله رانا في بيتنا، ما نقولش ماناش في بيتنا، مام بيت العائلة الحمد لله، مادام العجوز والشيخ كاينين مادام راضيين علينا هذه تاني بيتنا. وكي نكملو باينة البنات، كي نكملو كلش واش نحبو نحبو، نفحو الدار شوي صانيبو شوي جافيل وشوي صابون وتولي تشعل هكا. قبل ما نفرشوا لولادنا تكون الدنيا تبري، قبل ما ندير الزربيه لولادي لازم نفحفحها بتسيق. الله الله كيما راكم تشوفوا لازم تدوا من عندي الطاقه وانتي من عندكم الطاقه يا البنات. هي كل واحده داير عندها شوكه ماهيش نظيفه تنض ليها. وناني نمسح نحي كامل لي كوان باسكو انا بالك الدار تاعي هابطين، لازم نتعب شويه باش نسيق بيان. كيما راكم تشوفوا نجبد كلش مخبي نجبدو على اساس باش ما نخلي حتى حاجه، كي نخلي حاجه نظيفه صح نظيفه هكذا كيما راكم تشوفوا البنات. والنتيجه النهائيه كامل نحبوها احنا، شوفوا نحبو نسيق ونحبو كلش بصح. نحبو تاني كي تكون كي نشوفو بعد هكا الدار نظيفة نرتاحو ونحبو. ما نباليش المرأة تحب الدار كي تشوف تدخلها تشوف فيها نظافة تشوف فيها كلش. وهاديك الريحة تاع الصانيبو ما نحكيلكمش عليها، نستعمل انا صانيبو امير يعني هايل. النتيجة النهائية هي اللي تعطيلك ريزولتا ولا مليحة ولا لا لا بيان سور. هاي كلش في بلاصتو ونمسح كلش لا غبرة لا والو الحمد لله. عندي مور لا كوموند هذيك دايره الحوايج اللي ما نستعملهمش، البيتران لي بيل لي طابي كلش اي حاجه ما نستعملهاش دايرتها لتما. ودعوا لكل واحد محروم من اي حاجه ربي يرزقه ان شاء الله، ربي يعطينا الراحه النفسيه الاساس وتهلاو في روحكم صحيحتكم.